السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وبلغنا مباحث الأدلة الشرعية، ولم ننتهي من المبحث الأول وهو دليل الكتاب العزيز، حيث بلغنا قوله رحمه الله: وما صح من الشاذ ولم يتواتر، في صفحة 197. في قارئ يقرأ؟ تقرأ يا شيخ؟ أحدكم يقرأ؟ في صفحة 197 عند قوله رحمه الله: وما صح من الشاذ ولم يتواتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وفي صحة الصلاة به روايتان عن أحمد، الصحيح عند أصحابه لا تصح. وقال البغوي: من الشافعية هو ما رواه العشرة، أي الشاذ. وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: قال أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها. والشاذ حجة عند أحمد وأصحابه والحنفية، وذكره ابن عبد البر إجماعا، وعنه لا، أي ليس بحجة. وحكي عن الشافعي كذا، حكاه النووي في شرح مسلم، ولا يصح عنه بل نصه، واختيار أكثر أصحابه كقولنا. نعم، أحسنت. قال: وما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ففي صحة الصلاة به روايتان. الكلام الآن في مسألة حجية القراءة الشاذة، وقدم المصنف قبل الخوض في الخلاف المعروف بين علماء الأصول في حجية القراءة الشاذة، قدم ذلك بشيئين: معنى الشاذ، ومسألة يذكرها بعض الأصوليين في تحرير محل النزاع في المسألة، وهو حكم الصلاة بالقراءة الشاذة، يعني حكم قراءة القراءة الشاذة في الصلاة. فقال في معنى الشاذ القراءة الشاذة: ما صح ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه. وبقي قيد ثالث في القراءة الشاذة، وهو أن توافق وجهاً، أن توافق العربية الفصيحة ولو من وجه، وحينئذ فيكون معنى القراءة الشاذة ما صح سندها آحاداً وخالفت مصحف عثمان ووافقت العربية ولو من وجه. ثم مثل ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أين الشذوذ؟ متتابعات في كلمة متتابعات، فإنها تخالف رسم المصحف العثماني، وصح سندها عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا تخالف العربية من وجه. قال: ففي صحة الصلاة به روايتان، يعني عن الإمام أحمد روي روايتان في أن الصلاة هل تصح بالقراءة الشاذة أو لا. قال: الصحيح عند أصحابه لا تصح، يعني الرواية الراجحة في المذهب
أن الصلاة بالقراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود أو قراءة ابن محيصن والأعمش وغيرهم أنها لا تصح، وهو قول الأكثرين والجمهور العلماء من المذاهب الأربعة. وعن أحمد رواية أخرى أنها تصح اختارها بعض أصحابه، وعن مالك روايتان أيضا الصحة وعدم الصحة، وهو اختيار جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة إلا أنهم الأقل. قال: وقال البغوي من الشافعية الإمام المفسر المشهور المتوفى سنة 516 هجرية، قال: هو ما وراء العشرة، يعني هو ما بعد القراءات العشر المتواترة، فهو القراءة الشاذة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. ثم قال: وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال: أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها، وهذا هو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وليس مجموع الحروف السبعة كما ذهب إليه بعض الفقهاء وبعض المتكلمين منهم أبو بكر الباقلاني رحمهم الله. والحروف السبعة فيها كلام طويل للعلماء بلغوا به أكثر من 40 قولا، ولعل الصحيح أنها سبعة وجوه للقراءة قد تختلف في ألفاظها ومعانيها وقد تتفق. قال: والشاذ حجة عند أحمد، هنا شرع في المسألة الأصولية، أما ما قبلها فهي مسألة فقهية صحة الصلاة بالقراءة الشاذة. فقال: والشاذ حجة عند أحمد وأصحابه والحنفية، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. فالقراءة الشاذة حجة يعني في الأحكام الشرعية، يعني يجوز بناء الحكم الشرعي على قراءة شاذة كما سوف يأتي إن شاء الله في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة. قال: وذكره ابن عبد البر إجماعاً. ذكره، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا القول، وهو أن الشاذ حجة. يقول: حكاه ابن عبد البر وهو أحسن، وهو من أحسن من ينقل الإجماع الفقهي والأصولي، حكاه إجماعاً. والحقيقة أن هذا وهم من المصنف رحمه الله، إنما الذي حكاه إجماعاً هو عدم صحة الصلاة بالقراءة الشاذة، وإن كان ابن عبد البر أخطأ في حكاية الإجماع، لأن من العلماء من صحح الصلاة بالشاذ كما مر معنا، لكن المقصود هنا أن ابن عبد البر لم يحكي الإجماع على أن القراءة الشاذة حجة، بل حكاه عن الأكثرين، حيث قال: الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان جائز عند جمهور العلماء. هذا كلام ابن عبد البر. وأما الذي حكاه من الإجماع فهو على عدم صحة الصلاة بالقراءة الشاذة. ولهذا خالف في المسألة من يعتد بخلافه، الخلاف قوي في مسألة حجية القراءة الشاذة. فقد ذكرنا أن مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية ومذهب بعض الشافعية وقيل جمهور الشافعية أن القراءة الشاذة حجة، وذهب المالكية وأحد القولين عن الشافعي، أحد الروايتين عن الشافعي اختارها جماعة من محققيهم أنها ليست بحجة. ولهذا أشار المذهب الثاني فقال: وعنه، أي عن أحمد رحمه الله، لا، أي ليس بحجة، أي ليس الشاذ بحجة في تقرير الأحكام الشرعية. ثم قال: وحكي، يعني نفي حجيتها، هذا المذهب الأخير، عن الشافعي. نعم، هو محكي عن الشافعي.
قال: كذا حكاه النووي في شرح مسلم، حكاه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وسبق النووي جماعة من الشافعية حكوا عن الشافعي أن القراءة الشاذة ليست بحجة، منهم إمام الحرمين والغزالي والآمدي رحمهم الله. ثم قال المصنف: ولا يصح عنه، يعني ولا يصح هذا النقل عن الشافعي، بل نصه، أي نص الإمام الشافعي، واختيار أكثر أصحابه كقولنا، يعني أن القراءة الشاذة حجة. أخذه المصنف رحمه الله ملخصاً من كلام الإسنوي، جمال الدين الإسنوي رحمه الله. من ثمرات الخلاف في مسألة حجية القراءة الشاذة وجوب التتابع في الصيام، صيام الكفارة، فبعضهم أوجب التتابع لقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فبنوا عليه أن التتابع، أن الصوم لا يجزئ عن المكفر إلا إذا كان متتابعا، فلو كان مفرقا لم يصح، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يجزئ الصوم المفرق، ولم يحتجوا بهذه القراءة لأنها قراءة شاذة. ومن ثمرات الخلاف القريب الذي تجب النفقة عليه من هو، فذهب بعضهم إلى أن القريب الذي تجب نفقته هم الأقارب الذين تجب نفقتهم هم الوالدون يعني الآباء والأبناء ومن تفرع عنه، الوالدون والمولودون. وذهب بعضهم إلى أن الذين تجب نفقتهم هم القريب ذو الرحم المحرم، القريب ذو الرحم المحرم، والقريب ذو الرحم المحرم هما اثنان لو فرض أن أحدهما أنثى لم يحل له نكاحها، كالأخ يجب أن ينفق على أخيه، لأن لو كان أحدهما أنثى لم يحل له نكاحها، هذا معنى القريب ذو الرحم المحرم. واستدلوا على هذا بقراءة: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، الآية المتواترة في سورة البقرة: وعلى الوارث مثل ذلك، لكن قرئ في الشاذ: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، وهي أيضا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وفي القرآن المحكم، نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وفي القرآن المحكم، وفيه أقوال: الأظهر أنه المتضح المعنى والمتشابه، وهو ما يقابله، لقوله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. وفي تفسيره بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، والأصح عند أصحابه لا يجوز. فصل. نعم له. قال: وفي القرآن المحكم، يعني يوجد في القرآن المحكم والمتشابه. ثم قال: وفيه، أي وفي المحكم، أقوال، يعني وفي تفسير معنى المحكم أقوال عدة للعلماء، لأن من العلماء من قال المحكم هو ما علم الناس معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، وقال بعضهم المحكم هو الذي لا يحتمل، أما المتشابه فهو الذي يحتمل وجوها عدة، إما على التساوي أو بعضها أظهر من بعض. وبعضهم قال المحكم هو الذي يدل بنفسه، وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى غيره ليفيد معناه، يعني يحتاج إلى بيان، فيكون المتشابه على التفسير الأخير هو المجمل. عدة أقوال.
ثم قال المصنف رحمه الله: الأظهر، يعني أرجح هذه الأقوال، أنه المتضح المعنى، يعني الذي يعرف الناس مراد الله منه، مثل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذه الآية محكمة لأن المعنى فيها واضح. ثم قال: والمتشابه وهو ما يقابله. وهو ما يقابله يعني بالتفسير الذي ذكره في المحكم، فيكون المتشابه إذن على هذا يكون ماذا؟ ما لم يتضح المراد منه، إما لأن الله استأثر بعلمه أو لكونه يحتمل وجوهاً فهو محتاج إلى بيان، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإنه هذه الآية لا يمكن أن يفهم منها المراد، لأن القروء في لغة العرب هي الأطهار وهو أيضاً الحيض، والمرأة لابد أن تعتد بإحدى الشيء، إما الحيض وإما الطهر، فالآية محتاجة إلى بيان، فيكون هذا من المتشابه. قال: لقوله عز وجل، يعني الدليل على أن القرآن يشتمل على المحكم والمتشابه، قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال: ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له. هذه ينبغي أن تكون بين علامتي تنصيص، لأنها مقول القول حتى يتميز القول من غيره. يعني ولا يجوز أن يقال، أن يقول قائل: يوجد في القرآن لفظ لا معنى له. لا يجوز هذا عند عامة العلماء، واحتاط المصنف بقوله عند عامة العلماء، مع أن كلمة عامة كما سبق معنا في الدرس السابق تطلق ويراد بها الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أي جميعا. وقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي جميعا. وتأتي عامة بمعنى الأكثر، ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي أكثر عذاب القبر. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: ودخلت النار فإذا عامة من دخلها، ورأيت النار فإذا عامة من دخلها النساء. وذكر عن الجنة أن عامة من دخلها المساكين، فإن عامة هنا بمعنى أكثر. فقوله عند عامة العلماء يعني عند أكثر العلماء، لأن في المسألة قولا شاذا قال به من لا يعرف من الناس، أن في القرآن الألفاظ لا معنى لها. ومعنى لا معنى لها يعني أنها مهملة، وهذا لا يصح نسبته للقرآن، وقد أحسن المصنف حين أعرض عن ذكره. قال: وفيه ما لا يفهم معناه. فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. المسألة الثانية هذه معناها أنه يوجد لفظ مستعمل وله معنى، غير أن الناس لم يصلوا إليه، ما فهموا، استأثر الله بعلمه، كالحروف المقطعة على قول على أحد الأقوال. وإلا فالقول الصحيح والله أعلم أن الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلمه إلا الله هو علم الكيفيات، مثل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وكيفية العرش، وكيفية الصراط، وكيفية الدابة التي تخرج في آخر الزمان. فالكيفيات هذه هي التي استأثر الله بعلمها. ولو أن المصنف استبدل كلمة لا يفهم
بلا يعلم لكان صوابا، وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، لأن كلمة يفهم هذه تشعر بسبق جهل، وهذا محال في حق العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال: وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور. أما آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، فنحن نعلم معناها، وإنما الذي نجهله هو الكيفية. قال: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. ولا يجوز تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل، يعني برأي واجتهاد محض لا يستند صاحبه فيه إلى أصل شرعي صحيح. أما إن كان له أصل فيجوز، كما لو حمل قوله تعالى: أو لامستم النساء، على اللمس بمعنى الجس باليد، وعلى اللمس بمعنى الجماع، فتحمل اللفظ على معنيين اختلف العلماء في على أيهما يحمل اللفظ هنا وهو لامستم، فإن هذا التفسير يجوز لأنه يستند إلى أصل صحيح، وهو جواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه معا، وهو قاعدة أصولية ذهب إليها جمع كثير من العلماء. ثم قال: وفي تفسيره بمقتضى اللغة روايتان، وفي تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب وحدها بدون استناد إلى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، والأصح عند أصحابه لا يجوز، أصح الروايتين أنه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب من غير استناد إلى النقل إلى الأدلة الشرعية. وليس المراد بهذه المسألة ترجمة معاني القرآن، وإنما المراد تفسير معاني ألفاظ القرآن، أما ترجمة معاني القرآن فمسألة أخرى ليست مرادة هنا. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله: والسنة أي تعريفها، ولها معنيان، فهي لغة الطريقة، ومنه قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهي شرعا ما نقل عن الرسول عليه السلام قولا كقوله: من مس ذكره فليتوضأ، أو فعلا كقول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ونحوه، أو إقرارا كما جاء في الصحيح عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا. أحسنت. بعد فراغ المصنف رحمه الله من الدليل الأول، من الكلام على الدليل الأول وهو القرآن العظيم، شرع في الدليل الثاني من الأصول المتفق عليها وهو السنة المشرفة، فقال: فصل. والسنة أي تعريفها، ولها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع أو في الاصطلاح، وهو المعنى العرفي الخاص. فقال: فهي لغة الطريقة، يعني الطريقة المسلوكة عموما، سواء كانت حسنة أو سيئة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى أن قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إلى آخر الحديث. فالسنة إذن هي الطريقة المسلوكة، حسنة كانت أو سيئة. ودليل هذا الإطلاق ما ذكره المصنف رحمه الله،
وهو قوله عز وجل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فإن المراد بالسنة هنا الطريقة المسلوكة. وبعض أئمة اللغة يقولون لا، إن السنة في اللغة هي الطريقة الحسنة، يعني الطريقة المسلوكة إذا كانت حسنة، إذا كانت حسنة. قال: ومنه قولهم فلان من أهل السنة، يعني من أهل الطريقة الحسنة المحمودة. والعرب تقول فلان مسنون الوجه، يعني حسن الوجه مستقيم الوجه. ثم قال: وهي شرعا ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو إقرارا. وفصل بين المصنف بين هذه الألفاظ ليمثل لكل، فقال قولا كقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، فالأمر بالوضوء من مس الذكر دلت عليه السنة القولية. ثم قال أو فعلا كقول عمر رضي الله عنه، يعني في الحجر الأسود، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ونحوه. فإذا تقبيل الحجر يكون ثبت بالسنة الفعلية. ثم قال أو إقرارا كما جاء في الصحيح، كما ثبت في الصحيحين عن محمد بن أبي بكر الثقفي رحمه الله، تابعي ثقة لا تعرف سنة وفاته، أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، خروج الحاج من منى إلى عرفة للوقوف بعرفة، قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كنتم تفعلون عند الخروج من منى إلى عرفة في هذا اليوم يوم عرفة. فقال أنس رضي الله عنه كان يهل منا المهل، يعني كان يلبي، الهلال هنا معناه تلبية، كان يلبي منا الملبي كما جاء في رواية أخرى، فلا ينكر عليه، بالبناء للمفعول فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، يعني بعضهم يلبي، بعض الصحابة يلبي وبعضهم يكبر، والشاهد في قوله فلا ينكر عليه. إذن كأنه يقول أنه يشرع للحاج عند الخروج من منى إلى عرفة أن يكبر بدل التلبية، ودليل سنيته وجوازه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فلا ينكر عليه، على خلاف معروف بين الفقهاء، وإنما المراد هنا الشاهد، يعني ذكر هنا مثالا، وإلا العلماء لهم كلام في هذا. وهنا فائدة وهو قوله فلا ينكر عليه بالبناء للمفعول، ففيه حذف للفاعل، وعلماء الأصول يقولون حذف الفاعل يدل على العموم، يعني على عموم الفاعلين، كما أن حذف المفعول يدل على حذف المفعولي، الحذف يدل على التعميم، فيكون المعنى فلا ينكر عليه يعني فلا ينكر عليه أحد، فيتناول إنكار عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار الصحابة رضي الله عنهم. مثل وإذا حييتم بتحية، حذف الفاعل يدل على عموما التعميم، فاستدل العلماء بالآية وإذا حييتم بتحية فحيوا إلى آخر الآية، على أن رد السلام يكون على كل من حيانا سواء كان مسلما أو كافرا. من أين أخذوا التعميم؟ من حذف الفاعل. ومثله حذف المفعول أيضا يدل على التعميم، فقول القائل اللهم اغفر لي، أين المفعول؟ محذوف، فيدل على التعميم، يعني يغفر جميع ذنوبه. قال وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا، وفعل الصحابي المراد هنا خصوص الفعل،
ليس المراد مذهب الصحابي. ولو أن المصنف رحمه الله أخر هذه الجملة، وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا، لو أنه أخر هذه الجملة إلى ما سوف يذكره إن شاء الله في الأدلة المختلف فيها وهو مذهب الصحابي لكان أحسن، خصوصاً أنه هناك عبر بكلمة مذهب الصحابي. ومذهب الصحابي في تفسير كثير من الأصوليين بل الأكثر على أن المراد به القول والفعل. قال: وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا. مذهب له يعني فلا يكون حجة، يكون مذهبا له هو فقط، لكن لا يكون حجة على غيره، ففيه نفي حجية فعل الصحابي. الكلام كما قلنا في خصوص فعل الصحابي، أما قول الصحابي فسيأتي فيه كلام في الأدلة المختلف فيها إن شاء الله تعالى. قال: في وجه لأصحابنا. وسكت المصنف رحمه الله عن أن هذا الوجه هل هو وجه راجح أو مرجوح، لكن غيره من الحنابلة كالمرداوي مثلا نص على أن هذا الوجه هو أصح الوجهين، أصح الوجهين في المذهب، أن فعل الصحابي لا يكون حجة بل يكون مذهبا له. والوجه الثاني في المذهب أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة فإنه يكون حجة، وإذا لم يخرج مخرج القربة فإنه يكون رأيا له هو، لا يكون حجة. مثال ما كان قربة فعل عمار رضي الله عنه، فإنه كان يقضي الصلاة في الإغماء، يعني إذا أغمي عليه ثم أفاق يقضي الصلاة، إذن يجب قضاء الصلاة بناء استدلالا بفعل عمار رضي الله عنه. ومثال ما لا يخرج مخرج القربة فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر بنفسها. والقول الثالث وهو قول أكثر العلماء على أن فعل الصحابي حجة كقوله، لا فرق بينهما سواء خرج مخرج القربة أو لا، وهو مذهب كما قلنا أكثر العلماء. نعم. قال: وللخبر صيغة. قال رحمه الله: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، اختاره القاضي وغيره وناقشه ابن عقيل، والأصح أنه يحد وهو ما يدخله الصدق والكذب، ذكره في التمهيد وحده في الروضة بما يدخله التصديق أو التكذيب. وغير الخبر إنشاء مثل الطلاق والعتق، أنت طالق وأنت حر. وتنبيه، ومن التنبيه الأمر بمثل أقيموا الصلاة، والنهي بمثل ولا تقربوا الزنا، والاستفهام مثل أيقوم، والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، والترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الشدة تذهب، والقسم والله والله، والنداء يا الله، وبعت واشتريت ونحوها إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار. وينقسم إلى هنا. أحسنت، جزاك الله خير. قال: وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. الخبر له صيغة بمجرد سماع العربي ذي اللسان لها يفهم أن هذا الكلام الملفوظ به خبر لا إنشاء، مثل لو أتى بفعل وفاعل قام زيد فإنه خبر، فمن أين عرفت أنه خبر لا إنشاء؟ فتقول الصيغة. هذا مذهب أكثر العلماء. قال: اختاره القاضي، يعني المراد بالقاضي أبو يعلى كما هو معلوم، واختاره غيره بل اختاره أكثر العلماء كما قلنا آنفا. وناقشه ابن عقيل، خالفه ابن عقيل تلميذه أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، خالف شيخه في هذه المسألة ووافق المعتزلة في إنكار الصيغة للخبر، قالوا لا صيغة للخبر. طيب، من أين يعرف أنه خبر؟ قالوا: نعرف
أنه خبر بالقرينة، والقرينة هي إرادة المتكلم. إذا أراد المتكلم الإخبار للإنشاء عرفنا حينئذ أن هذا الملفوظ به خبر لا إنشاء، هكذا قال المعتزلة ومن وافقهم. ثم قال: والأصح أنه يحد، أنه الضمير يرجع للخبر، والمراد هنا مطلق الخبر وليس المراد به الحديث، مطلق الخبر أي خبر من الأخبار. قال: والأصح أنه يحد، إشارة إلى خلاف في مسألة، وهو أن الحد، أن الخبر هل يمكن حده أو لا يمكن. فأكثر العلماء قالوا إن الخبر يمكن حده أي تعريفه، يمكن أن يعرف. وذهب الرازي، فخر الدين الرازي رحمه الله ومن وافقه، ذهبوا إلى أن الخبر لا يمكن حده. لماذا؟ قالوا: لأنه ضروري يعرفه كل أحد، وحينئذ فلا يمكن حد الشيء الضروري. كما قالوا في مسألة العلم، هل العلم يحد أو لا، كما سبق معنا في أول الكتاب. ثم قال: وهو تفريع على المذهب الراجح في المسألة الأولى، أي وإذا قلنا إن الخبر يحد، فحده هو ما يدخله الصدق والكذب. ذكره في التمهيد، يعني ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد. ثم قال: وحده في الروضة، وحده شيخ موفق الدين رحمه الله، رحم الله الجميع، حده في الروضة بما يدخله التصديق أو التكذيب، والأمر يسير، إن أتيت بأو أو أتيت بالواو فكلاهما صحيح، لأنه ليس المراد بالواو القران، بمعنى أن الخبر هو ما اجتمع فيه احتمال الصدق والكذب معا فيكون صدقا وكذبا، لا، ليس هذا المراد. ثم قال: يعني كما تقول مثلا الأدب شعر ونثر، هل الكلام هذا مستقيم أو لا؟ هذا مستقيم، مع أن الشيء إذا كان شعرا فهو ليس بنثر، وإذا كان نثرا فليس بشعر، هذا سائغ، بل استحسنه ابن مالك رحمه الله. قال: وغير الخبر إنشاء، وغير الخبر إنشاء، يعني مقتضى الغيرية بما أن الإنشاء غير الخبر أن يكون الإنشاء ما لا يدخله التصديق والتكذيب. ثم قال: مثل الطلاق والعتق، أنت طالق وأنت حر، يعني لو قال لامرأته أنت طالق فإنه يكون إنشاء وليس خبرا، وكذلك لو قال لغلامه، السيد إذا قال لغلامه أنت حر فإنه يكون إنشاء ولا يكون خبرا. والدليل ما ذكرناه من أن هذا الكلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، فمن طلق امرأته هل يمكن أن يقال صدق أو يقال كذب؟ لا يقال له ذلك، ولا كذلك للمعتق ولا للمشتري ولا للراهن ولا لغيره. قال: وتنبيه، ولو أن المصنف عطف هذه، يعني ذكر هذه الكلمة بعد قوله إن شاء لكان أحسن، حتى لا يهم أنه اسم ثالث، لأن الإنشاء والتنبيه مترادفان. فهو إنشاء لأنك تنشئ شيئا ما كان موجودا، تنشئ كلاما لعقد أو فسخ ونحو ذلك، أمر أو نهي أو غير ذلك. وتنبيه لأنه ينبه به على مقصود المتكلم وإرادته. قال: ومن التنبيه، يعني ومن الإنشاء، ومن القسم الثاني الذي هو التنبيه والإنشاء، الأمر، ومن للتبعير، فسوف يذكر بعض أنواع الإنشاءات. قال: الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة،
والنهي مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، والاستفهام مثل أيقوم زيد، والتمني مثل قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، والترجي مثل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقول القائل لعل الشدة تذهب. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون للشيء المستحيل وقوعه، ألا ليت الشباب يعود يوما، فإنه لن يعود لكبير السن، الشيخ الكبير ما يعود له شباب. وأما الترجي فيكون للشيء الممكن وقوعه، مثل قوله لعل الشدة تذهب كما ذكر، وقول الفقير يعني إذا تمنى المال الكثير فإن هذا ممكن. قال والقسم مثل والله، والنداء مثل يا الله، وبعت، ثم قال وبعت واشتريت، كان ينبغي أن تذكر من أول السطر لأنها مسألة جديدة، وهي أن ألفاظ العقود وألفاظ الفسوخ هل هي من قبيل الإنشاء أو من قبيل الخبر؟ فقال المصنف رحمه الله وبعت واشتريت ونحوها، ولو قال ونحوهما لكان أحسن، إنشاء عند الأكثر، وعند الحنفية إخبار. ألفاظ العقود مثل بعت واشتريت ووهبت ورهنت وأجرت وزوجت وأنكحت، وكذلك ألفاظ الفسوخ مثل ماذا؟ أعتقت، طلقت، خالعت، آليت، ظاهرت، هل هذه الألفاظ من قبيل الإنشاءات أو من قبيل الأخبار؟ خلاف مشهور بين علماء الأصول ويذكره أيضاً علماء الفقه. فقال عند الأكثر، إنشاء عند الأكثر، نعم هي إنشاءات عند الحنابلة والمالكية والشافعية، وقال الحنفية هي من قبيل الأخبار. وطبعاً الخلاف هذا هو فيما إذا أراد إنشاء عقد أو فسخه، إذا أراد إنشاء عقد أو فسخه. أما لو أراد إخبار عن طلاق سابق أو عن بيع سابق مثلا، فهذا لا كلام فيه أنه من قبيل الأخبار، إذا أراد أن يخبر عن طلاق قديم وقع له، وقع لامرأته، أو عن بيع قديم سابق، فهذا خبر لا شك. لكن الكلام فيما لو أنشأ عقدا أو فسخ عقدا، فهل يكون من قبيل الإنشاء أو من قبيل الأخبار؟ قولان للعلماء. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو قيل، يعني قيل أن ثمرة الخلاف أنها تظهر فيما لو قال طلقت أو اعتقت ثم ادعى أنه يريد الإخبار فقط عن شيء سابق، فمن قال إنها إنشاءات لا يقبل قوله لأنه خالف الأصل، الآن خالف الظاهر. ومن قال إنها من قبيل الأخبار فإنه يقبل قوله. وذا قول هناك ثالث اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلماء، وهو أنه لا يصح القول بأنها إنشاءات مطلقاً ولا أنها إخبارات، لا أخبار ولا إنشاء، ما تطلق القول. لماذا؟ قال لأنها يجوز فيها الأمرين، يجوز أن تقول يعني أنها إنشاء وإخبار باعتبارين، فباعتبار أنها إخبار على ما في نفس العاقد ومقصوده هي أخبار، يخبر على عن أنه يريد أن ينشئ عقد بيع، فهي خبر بهذا المعنى، يخبر عما في نفسه ما هو مقصوده. ومن حيث أنها من حيث ترتب العقد عليه هذا الكلام أو فسخه تعتبر إنشاء،
قال: وينقسم الخبر إلى أقسام. تفضل شيخ. قال رحمه الله: وينقسم الخبر إلى أقسام: ما يعلم صدقه وهو الضروري بنفسه كالمتواتر، وإلى ما يعلم كذبه كإخبار مسيلمة أنه نبي، وإلى ما لا يعلم فيه صدق ولا كذب وهو خبر الآحاد المفيد الظن، ثم قد يظن صدقه كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك كالمجهول. وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. نعم. طيب، قال: وينقسم الخبر إلى أقسام من حيث الصدق والكذب، احتبال الصدق والكذب، والقطع بصدقه أو كذبه أو عدم القطع بذلك، ينقسم ثلاثة أقسام. ما يعلم صدقه، خبر يعلم صدقه، ومعنى يعلم يعني يتيقن. قال: وهو الضروري، وهو الخبر الضروري يعني الذي تضطر النفس إلى تصديقه من غير تأمل ولا نظر ولا استدلال، يعني ما يترتب على مقدمات يرتبها السامع في ذهنه ليصل إلى هذه النتيجة التي يذكرها المخبر، لا، إنما يصدق بها مباشرة. قال: كالمتواتر. فإن الخبر الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتفق مثلهم على كذب تضطر النفس إلى التصديق به، هكذا النفس البشرية تضطر إلى التصديق بخبر الجمع الكبير. قال: وإلى ما يعلم كذبه. القسم الثاني عكس القسم الأول، ما يعلم أن يتيقن ويقطع بكذبه. قال: كقول مسيلمة إنه نبي، فإن هذا خبر كاذب قطعا. قال: وإلى ما لا يعلم فيه صدق ولا كذب. طبعا قال هو في القسم الأول كالمتواتر، وأتى بكاف التمثيل لأن هناك أشياء أخرى هي من قبيل ما يعلم صدقه، مثل الخبر عن الشيء المقطوع بصدقه إما حسًا أو عقلًا أو غير ذلك، كقول الشخص النار محرقة فإنه خبر يعلم صدقه قطعًا، وقوله السماء فوقنا، وقوله الشافعي فقيه، هذه كلها أخبار يعلم صدقها. والثاني قال: وإلى ما يعلم كذبه كإخبار مسيلمة إنه نبي، وأيضًا قول القائل يعني الإخبار من أمثلة النوع الثاني، الإخبار عن شيء يقطع بكذبه حسًا أو عقلًا أو غير ذلك، كما لو قال شخص الجزء أكبر من الكل، أو لو قال السماء ليست فوقنا، أو قال الشافعي غير فقيه، النار غير محرقة، كل هذه أخبار يعلم قطعًا كذبها. ثم قال: وإلى ما لا يعلم فيه صدق ولا كذب، هذا النوع الثالث، لا يعلم فيه صدق ولا كذب، لا نقطع بصدق المخبر ولا نقطع بكذبه. قال: وهو خبر الآحاد المفيد للظن. خبر الآحاد المفيد الظن. ثم قال: ثم قد يظن صدقه كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك كالمجهول. يعني هذا القسم الثالث الذي لا نقطع بصدق الخبر فيه ولا نقطع بكذبه هو ثلاثة أنواع: إما أن يظن صدقه، والظن كما قلنا من قبل أنه الاحتمال الراجح مع وجود احتمال آخر مرجوح، فالاحتمال الراجح هو الظن. قال: كخبر العدل، فإذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً، فإنه خبر آحادي يفيد ظن الثبوت. قال: وقد يظن كذبه كخبر الكذاب. العرب تقول: قد يصدق الكذوب، وقد هذه للتقليل، أليس كذلك؟ فالشخص الذي
ديدنه الكذب. لو قال لآخر حضر زيد أو قدم زيد من السفر، فإنك لا تقطع بكذبه، إنما تظن كذبه. ما معنى تظن؟ أي أن الاحتمال الراجح هو احتمال الكذب، والاحتمال المرجوح هو احتمال الصدق، لكنك ما تقطع بهذا قطعا. لماذا؟ لما قلناه من أن الكذوب قد يصدق. ثم قال: وقد يشك كالمجهول. والشك هو تساوي الاحتمالين، يعني دلالة اللفظ على شيء مع احتمال آخر مساو له. فإذا استوى الطرفان، طرف الصدق وطرف الكذب، فهو شك في خبره كخبر المجهول. فالشخص الذي لا تعرفه لو أخبرك عن قدوم زيد فإنه يستوي عندك الأمران، تقول ممكن أنه صحيح وممكن أنه خطأ، وسبب الشك هو جهالة المخبر. الكلام هذا كما قلنا من قبل أنه في الخبر عموما. ثم بعد ذلك شرع في خصوص الحديث، الخبر الذي هو بمعنى الحديث، بقوله: وينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد. فمن هنا شرع في الخبر الذي هو بمعنى الحديث، وإن كانت هذه القسمة تصلح أيضا لكل خبر، تصلح لجميع الأخبار أن تقسمها إلى متواتر وأحاد. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعناه لغة التتابع، ومعناه شرعا خبر جماعة مفيد يفيد بنفسه العلم. وخالفه السمنية في إفادته العلم وهو بهت. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي وغيره، وقيل نظري اختاره أبو الخطاب وغيره، والخلاف فيه لفظي قاله أصحابنا. نعم، إلى هنا قال: وينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد. كما قلنا آنفاً إن الخبر هنا معناه الحديث، والأحاديث يطلق عليه أخبار، وهو مصطلح مشهور عند الأصوليين والفقهاء وغيرهم. قال: إلى متواتر وأحاد. وقلنا أيضاً آنفاً إن هذه القسمة تصلح حتى في الأخبار مطلقاً، إلا أن الغرض من ذكرها هنا في باب السنة هي تقسيم الحديث الشريف. قال: فالمتواتر له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعناه لغة التتابع. التتابع ليس معنى المتواتر، وإنما هو معنى التواتر. فلو أنه قال: المتواتر اسم فاعل من التواتر وهو التتابع، لكان أحسن. إذن التواتر هو التتابع. ثم أرسلنا رسلنا تترى. ما معنى تترى؟ يعني واحدا بعد واحد، واحدا يعقبه واحد، متتابعون. قال: ومعناه شرعا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. احذف الكلمة الثانية، إثباتها خطأ في تكرار. ومعناه شرعا مكتوب عندنا جميعا، مكتوب خبر جماعة مفيد يفيد. احذف كلمة يفيد، كلمة يفيد احذفها الثانية، ويصير تصير العبارة: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، كما هي عبارة ابن مفلح وابن اللحام، وأيضا وردت عند المرداوي وغيرهم، والله أعلم. تعريف المتواتر يقول: هو خبر جماعة، ووصف هذا الخبر أنه يفيد بنفسه العلم. بنفسه تضطر النفس السامع لهذا الخبر إلى التصديق به من غير حاجة إلى قرائن ولا إلى نظر واستدلال وترتيب مقدمات. ما يحتاج هذا، من مجرد سماع الخبر المتواتر النفس
تصدق به مباشرة. وقوله بنفسه العلم في هذا الحد ما يشعر بمختار المصنف والذي هو المذهب الأول، وهو أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، يعني يفيد القطع، فلا يوجد احتمال آخر. ثم قال: وخالف السمنية أو السمنية، السين مشددة لأنها وقعت بعد ال الشمسية، والميم مشددة إما مفتوحة أو مضمومة، السمنية أو السمنية، وهم قوم من عبدة الأوثان. يقول: وخالفت السمنية في إفادته العلم، وهو بهت، يعني قال هؤلاء القوم إن خبر المتواتر مثل الخبر المتواتر مثل خبر الأحاد، لا فرق بينهما، فلا يفيد القطع. نعم. طيب، يعني زميلكم يسأل يقول: هل يعتبر خلاف مثل هؤلاء؟ ذكرنا من قبل أن الأصوليين جرت عادتهم بتمحيص الخلاف في المسائل، تمحيص المسائل وتحريرها بتحقيق الخلاف فيها بقطع النظر عن المخالف. فإن كان المخالف قوله معتبرا فالفائدة من ذكره، من ذكر خلافه، بيان أن المسألة فيها خلاف معتبر، فلا يصح دعوى الإجماع فيها. وإن كان خلاف المخالف في المسألة التي يذكرون فيها الخلاف، إن كان خلافه غير معتبر كهؤلاء في هذه المسألة، فإن الغرض من ذكر خلافهم ليس الاعتداد به، وإنما من باب دفع الشبه عن الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية. لأن هؤلاء الذين خالفوا حتى لو كنا نحن المسلمين لا نعتد بخلافهم، إلا أن لهم شبها أوردوها على الاحتجاج بالدليل الشرعي أو بالقاعدة الأصولية الشرعية، وهذه الشبه قد تعلق بقلوب بعض ضعفاء العلم فيهلك، يرد قاعدة قد تكون متفق عليها. فإذا الحل ماذا؟ أن نورد خلافهم وشبههم ثم نجيب عنها، هذا هو غرضهم. ولهذا ذكروا خلاف السمنية هنا في أن خبر التواتر لا يفيد العلم، وذكروا خلاف اليهود في النسخ، فيقولون: والنسخ جائز وخالفت اليهود، والغرض هو نفس الغرض الذي ذكرناه هنا. إلا أن الكتاب لما كان مؤلفاً على سبيل الاختصار الشديد لم يذكر هنا شبه السمنية، لكن غيره من المصنفين يذكر دليلهم أي شبهتهم ويجيب عنها، واكتفى هنا في رد كلامهم بقوله: وهو بهت، وهو نوع من الرد أيضاً، لأن البهت معناها المكابرة، يعني البلغ القول الذي بلغ في البطلان مبلغاً لا يحتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه فيفهمه كل أحد. والدليل على هذا أن خبر التواتر يفيد العلم لكل أحد، حتى غير العلماء، الصبيان والنساء والعوام ونحو ذلك، أليس يفهمون يقطعون بصدق المخبر في التواتر؟ يقطعون حتى لو ما درسوا العلم ولا عرفوا حروف الهجاء. فدل على أن هذا فطرت عليه الأنفس البشرية، أعني التصديق قطعاً بالخبر المتواتر. فلهذا قال: وهو بهت، بهت بإسكان الهاء بعد فتح، ويجوز تحريكها بالفتح، بهت وبهت كلاهما صواب والله أعلم، يعني قول زور، زور وباطل ومكابرة. نعم. ثم قال: والعلم الحاصل به ضروري. العلم الحاصل بالتواتر ضروري كما قلنا،
إن النفوس تضطر إلى التصديق به، فلا تحتاج إلى نظر واستدلال وإلى ترتيب مقدمات بعضها ينبني على بعض لتصدق النتيجة، ما يحتاج هذا. عند القاضي وغيره، عند القاضي أبي يعلى وغيره، بل هو مذهب أكثر العلماء. وقيل نظري، هذا القول الثاني، يعني قال بعض العلماء إن العلم الذي يحصل للسامعين لهذا الخبر المتواتر إنما هو علم نظري، ونظري يعني يتوقف على النظر والاستدلال. طيب لماذا نظري؟ قالوا لأنه يتوقف على مقدمتين، المقدمة أو عدة مقدمات، ثلاث مقدمات ربما. أولاً أن المخبرين بلغوا عدداً يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على كذب، وأن أخبارهم جاءت متفقة وليست مختلفة، مقدمتين، نعم، يتوقف على هاتين المقدمتين، أن العدد بلغ مبلغاً تضطر النفوس إلى تصديق خبر مثلهم، والأمر الثاني أن يعلم أنهم اتفقوا في أخبارهم ولم يختلفوا، وهذه مقدمات نظرية تحتاج إلى دليل، وما توقف على النظري فهو نظري، هكذا قيل. قال اختاره أبو الخطاب وغيره، هذا اختيار أبي الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية وبعض المعتزلة. ثم قال والخلاف فيه لفظي قاله أصحابنا، الخلاف في هذه المسألة لفظي، لا يترتب عليه عمل ولا اعتقاد. لماذا لفظي؟ قال لأن الكل يتفق على أن خبر التواتر يفيد القطع، القطع العلم الذي سماه العلم، وهو الشيء الذي لا يحتمل شيئاً آخر، وحينئذ تقول ضروري أو تقول نظري فالخطب يسير، لأن النتيجة واحدة وهو أن خبر التواتر يفيد العلم اليقيني. ثم بعد ذلك أطال في شرط التواتر، فلعلنا نرجع الكلام عن شرط التواتر إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.